اي ولي امر يلاقي اختلاف من المصروفات يرجع وزاره التربيه والتعليم. ما يدفعش يرجع وزاره التربيه والتعليم. ما يدفعش هيدخل المدرسه يعني لو ما دفعش؟ ما يدفعش. وانا بقول كده انا كمان بقول عليكم ما يدفعش. طالما ان ولي امر داخل وما لقاش في لقى في مدخل المدرسه قائمه بالمصروفات التعليميه وجنبها ورقه ملزوقه مكتوب ختم التربيه والتعليم ما يدفعش. والمكان ابنه محفوظ. والمكان هيبقى طبعا